حلقات هذا هو الحسين، إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء، إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 69 بعد 100. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. وضعت بين أيديكم في الحلقة الماضية والتي هي الحلقة الأولى من مجموعة حلقات هذا هو الحسين، وضعت بين أيديكم قائمة للعناوين الرئيسة التي سأتناولها في هذه الحلقات، ومن جملة العناوين المهمة بل ربما هو العنوان الأهم في كل هذه الحلقات، القتل الثاني للحسين. لا أريد أن أجعلكم تنتظرون بحسب ترتيب العناوين التي قرأتها عليكم، سأعود إلى تلك العناوين وأتحدث عنها بحسب ما ذكرتها لكم في الحلقة الماضية، لكنني أعتقد أن فضولا، أتحدث عن فضول علمي، أتحدث عن فضول عقائدي، وما هو
بفضول مذموم، إنه فضول ممدوح. أعتقد أن فضولا سيكون حاضرا فيما بيننا، ستتساءلون عن هذا العنوان، ما المراد من القتل الثاني للحسين؟ إنه قتل وسيكون أبشع وأقسى من القتل الأول في عاشوراء سنة 61 للهجرة. سأعرض لكم في هذه الحلقة وفي حلقة يوم غد جملة من المعطيات التي تتعلق بهذا الموضوع، وبعد ذلك سأعود إلى قائمة العناوين، وهناك الكثير من التفاصيل والكثير من تفاريع الحديث. سأبدأ معكم من هذه النقطة. من أي نقطة؟ من القتل الثاني لأمير المؤمنين. أمير المؤمنين سيقتل ثانية أيضا. تستغربون هذا لأنكم لستم على اطلاع على ثقافة العترة الطاهرة. أنتم شيعة المراجع، والدليل ثقافتكم ثقافة المراجع. المراجع الذين لا يفقهون شيئا من ثقافة العترة الطاهرة، مراجع النجف وكربلاء رؤوسهم قد ملئت بقذارات الثقافة الناصبية، وأفرغوا هذه القذارة في رؤوسكم عبر وكلائهم، خطبائهم، كتبهم. هذا هو الذي تحقق في الواقع الشيعي، وإلا فإن الحديث عن القتل الثاني لأمير المؤمنين منتشر، ومنتشر جدا في كتب حديث العترة الطاهرة. سآتيكم بمثال لا بنحو الاستقصاء. هذه المجموعة من الكتب تشتمل على هذا المضمون، إنها كتب حديث أهل البيت، إنها كتب ثقافة العترة الطاهرة، ولكبار محدثي الشيعة. سأبدأ من تفسير العياشي. العياشي توفي سنة 320 للهجرة، يعني في زمان الغيبة الأولى، توفي قبل الكليني. الكليني صاحب الكافي توفي سنة 328. العياشي توفي سنة 320 للهجرة على ما هو معروف. هذا هو الجزء الثاني من تفسير العياشي، وطبعة
طبعة مؤسسة الأعلم بيروت. لبنان صفحة 366، الحديث 72. هذا الحديث مع بقية ما جاء من الأحاديث في هذه الكتب يتحدث عن شخصية ذي القرنين. ولماذا سمي بذي القرنين؟ لأن قومه حين دعاهم إلى الهدى ضربوه على قرنه فقتلوه، ثم أحياه الله ورجع إلى قومه ودعاهم إلى الهدى فضربوه على قرنه الثاني على رأسه. المراد من القرن زاوية الجمجمة، زاوية الرأس، فضربوه ثانية فقتلوه، ثم بعثه الله. وكان الذي كان، كلمات أمير المؤمنين، كلمات أئمتنا تشير إلى أن هذا سيجري في سيد الأوصياء. ولذا من جملة أسماء أمير المؤمنين ومن جملة أوصافه ذو القرنين، لأنه سيضرب على رأسه مرتين، مرة تقدمت ومرة ستكون في رجعة وفي كرة من كراته صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ ما جاء في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إن ذا القرنين لم يكن نبيا ولم يكن إن ذا القرنين لم يكن نبيا ولكن كان عبدا صالحا أحب الله فأحبه وناصح الله فناصحه، أمر قومه بتقوى الله فضربوه على قرنه فغاب عنهم زمانا. غاب عنهم زمانا ليس الحديث عن غيبة، وإنما الحديث عن موت وبعد ذلك رجع. هذا ما ستبينه بقية الأحاديث. فغاب عنهم زمانا ثم رجع إليهم فضربوه على قرنه الآخر. وفيكم في هذه الأمة من هو على سنته، الإشارة إلى أمير المؤمنين. وهذا الأمر واضح في ثقافة العترة الطاهرة. ورواية أخرى عن أمير المؤمنين: إنه الحديث 73 عن أبي الطفيل قال: سمعت عليا يقول: إن ذا القرنين لم يكن نبيا ولا رسولا ولكن كان عبدا
أحب الله فأحبه، وناصح الله فنصحه، دعا قومه فضربوه على أحد قرنيه فقتلوه. هذا هو المراد غاب عنهم زمانا ثم رجع، رجع من الموت. فضربوه على أحد قرنيه فقتلوه، ثم بعثه الله فضربوه على قرنه الآخر فقتلوه. وفي الأحاديث الأخرى بعثه بعد القتلة الثانية. هذا ما جاء في تفسير العياشي. لن أقرأ كل الأحاديث لأنني لا أجد وقتا كافيا لذلك، وعندي الكثير من المطالب. سأشير إلى مواطن هذه الأحاديث. هذا تفسير العياشي، وهو من جوامع الأحاديث التفسيرية. هذا حديث أهل بيت العصمة. والعياشي كما قلت لكم توفي في زمان الغيبة الأولى التي نعرفها بالغيبة الصغرى. الغيبة الصغرى متى انتهت؟ انتهت سنة 329 في شهر شعبان بوفاة السفير الرابع السمري رضوان الله تعالى عليه. العياشي توفي سنة 320 للهجرة. هذه كتب زمان الغيبة الأولى. وهذا تفسير القمي، والقمي كان معاصرا أيضا للعياشي، إلا أنه توفي من بعده. والقمي علي بن إبراهيم أستاذ شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليهما. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 399. الحديث عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في أن ذا القرنين ضربه قومه على قرنه الأيمن فأماته الله 500 عام ثم بعثه إليهم بعد ذلك فضربوه على قرنه الأيسر فأماته الله 500 عام ثم بعثه إليهم بعد ذلك إلى بقية التفاصيل. فذو القرنين قتل مرتين وبعد ذلك بعث إلى قومه. هذا تفسير القمي. هذه كتبنا الأصلية القديمة. وهذا علل الشرائع لشيخنا الصدوق، أيضا هو من رجال الغيبة الأولى، فقد ولد في زمان الغيبة الأولى، وكان أبوه من رجال الناحية المقدسة. توفي سنة 381 للهجرة في بدايات الغيبة الكبرى. في الجزء الأول وفي الباب 37 من علل الشرائع: العلة التي من أجلها سمي ذو القرنين ذا القرنين، بسنده عن الأصبغ بن نباتة قام ابن الكواء إلى علي وهو على المنبر فقال
يا أمير المؤمنين أخبرني عن ذي القرنين أنبيا كان أم ملكا، وأخبرني عن قرنه أمن ذهب كان أم من فضة. فهناك من يقول من أن ذا القرنين كان يلبس تاجا لهذا التاج قرنان. على أي حال، فقال له ماذا قال الأمير صلوات الله عليه؟ لم يكن نبيا ولا ملكا، ولم يكن قرناه من ذهب ولا فضة، ولكنه كان عبدا أحب الله فأحبه الله، ونصح لله فنصحه الله، وإنما سمي ذا القرنين لأنه دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فغاب عنهم حينا ثم عاد إليهم فضرب على قرنه الآخر. وفيكم مثله، في هذه الأمة مثله، يتحدث عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما جاء في علل الشرائع، وكذلك في كمال الدين. كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق أيضا، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 423 تحت هذا العنوان ما روي من حديث ذي القرنين. الحديث الأول، الكلام هو الكلام، وفي آخره وفيكم في هذه الأمة من هو على سنته. لا أجد مجالا لقراءة الحديث كله، المضمون هو المضمون. ضرب على قرنه الأيمن وقتل، ثم بعث، وضرب على قرنه الأيسر وقتل ثم بعث. وفيكم من هو على سنته، يشير إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مختصر البصائر، والبصائر بصائر الدرجات لسعد ابن عبد الله الأشعري القمي، وهو من أصحاب الأئمة، والذي اختصره الحسن ابن سليمان الحلي. والحسن ابن سليمان الحلي من أعلام الشيعة في القرن الثامن الهجري. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 479، رقم الحديث 528، المضمون هو هو. جاء منقولا عن أمير المؤمنين، نقله عن كتاب الغارات. من الذي نقله؟ مؤلف هذا الكتاب. فالحسن ابن سليمان الحلي اختصر بصائر الدرجات لسعد الأشعري، وأضاف إلى ذلك المختصر مجموعة من الأحاديث أخذها من الكتب القديمة أيضا. فقد نقل هذه الرواية التي أشرت إليها عن كتاب الغارات، وهو من كتبنا القديمة أيضا، لإبراهيم ابن محمد الثقفي، والذي توفي في القرن الرابع الهجري. والكلام هو الكلام الذي مر علينا في الكتب المتقدمة.
وفي حديث آخر إنني أقرأ من نفس الكتاب وفيكم مثله، في هذه الأمة مثل ذي القرنين، يريد نفسه صلوات الله وسلامه عليه. هذا مختصر البصائر، وهذا تفسير الصافي للفيض الكاشاني. هذه الطبعة طبعة مكتبة الصدر، طهران، إيران، وهذا هو الجزء الثالث من تفسير الصافي. ذكر مجموعة من الأحاديث، صفحة 259، لا أجد وقتا لقراءتها، المضمون هو المضمون. إنها الأحاديث التي تخبرنا عن ذي القرنين، ومن أنه ضرب على قرنه الأيمن وقتل، وبعد ذلك بعثه الله بعد زمان طويل، ثم ضرب على قرنه الأيسر وقتل، وبعد ذلك بعثه الله بعد زمان طويل. ومن تفسير الصافي الفيض الكاشاني، توفي سنة 1091 للهجرة، وهذا البرهان في تفسير القرآن، جامع الأحاديث التفسيرية للسيد هاشم البحراني الذي توفي سنة 1107. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم، بيروت، لبنان، هذا هو الجزء الخامس، صفحة 63، الحديث الأول. الكلام هو الكلام، وقد نقله عن كمال الدين وتمام النعمة، عن سيد الأوصياء، والحديث عن ذي القرنين، إلى أن يقول أمير المؤمنين وفيكم مثله، في هذه الأمة مثل ذي القرنين، يشير إلى نفسه المقدسة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا نور الثقلين، جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية لعبد علي ابن جمعة العروسي الحويزي رضوان الله تعالى عليه. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، وهذا هو الجزء الرابع من تفسير نور الثقلين من جامع الأحاديث التفسيرية، صفحة 322 وما بعدها، الحديث 202، الحديث 203، الحديث 204، 205، إلى بقية الأحاديث الأخرى. المضمون هو المضمون، وهذا بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، هذا الجزء 53، عبد علي ابن جمعة، عبد علي ابن جمعة العروسي الحويزي، توفي سنة 1112، المجلسي توفي سنة 1110، وهناك من يقول من أنه توفي سنة 1111. هذا هو الجزء 53 من بحار الأنوار، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 107، رقم الحديث 137. إنه الحديث نفسه الذي جاء
في منتخب البصائر للحسن بن سليمان الحلي نقلا عن كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي. لا أريد قراءة الأحاديث، فقد عرفتم مضمونها. وهذا هو الجزء الرابع من عوالم العلوم، من عوالم المهدي، الجزء الرابع من العوالم مع مستدركاتها. إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، وعوالم العلوم هو مستدرك كبير على بحار الأنوار لأبرز تلامذة المجلسي، إنه عبد الله البحراني. هذا هو الجزء الرابع من عوالم المهدي مع المستدركات. أورد الحديث برقم 2838 صفحة 470 عن مختصر البصائر. والذي قد يعرف بمنتخب البصائر أيضا، لكن المشهور في زماننا عن هذا الكتاب هو مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي من أعلام الشيعة في أواخر القرن الثامن الهجري. الكلام لا يقتصر على هذه الكتب، عرضت بين أيديكم تفسير العياشي، تفسير القمي، علل الشرائع للصدوق، كمال الدين وتمام النعمة للصدوق أيضا. إنها كتبنا القديمة مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي، وعرضت بين أيديكم أيضا مجموعة من جوامع الأحاديث التفسيرية الصافي للفيض الكاشاني، البرهان لسيد هاشم البحراني، نور الثقلين لعبد علي ابن جمعة العروسي الحويزي، وكذلك عرضت بين أيديكم الجزء 53 من بحار الأنوار، إلى أن وصلت إلى عوالم العلوم ومستدركاتها. الكلام لا يقتصر على هذه الكتب فقط، هذا مثال جئتكم به، وإلا فإن المعلومة هذه منتشرة في ثقافة العترة الطاهرة، من أن أمير المؤمنين هو مثل ذي القرنين، بل في الحقيقة إن ذا القرنين جرى عليه ما جرى للذي سيجري على أمير المؤمنين. على أي حال، لا أريد أن أخوض في هذه الجهة، فعندي الكثير من المطالب التي أريد عرضها بين أيديكم. لاحظتم مدى انتشار هذه المعلومة، من أن ذا القرنين يضرب على قرنه الأول ويقتل، ويضرب على قرنه الثاني ويقتل بعد أن يبعث بعد القتلة الأولى، وكذلك سيبعث بعد القتلة الثانية. وسيد الأوصياء يشير إلى نفسه، والأئمة
يشيرون إلى أمير المؤمنين من أن هذا سيجري عليه في عصر الرجعة العظيمة. نذهب إلى فاصل. بسهر عين بضمى بخوف بسبح من وجه المنية للعائلة المتعلمة الأطفال تصرخ بالضمى لابن أميك ولمخيمة بين توديع ووصية جفن غايب منامة بوداع النشامة جفن عايف منامة بوداع النشامة وتشكيتي الأطفال وتوديعين أبطال بهالليلة الرهيبة الله يشفي مصيبة جاء عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه وبتعبير صريح واضح أنا الذي أقتل مرتين أحيا مرتين الرجعة بعد الكرة والرجعة بعد الرجعة فهو صاحب الكرات. قرأت عليكم من الجزء الرابع من عوالم العلوم من عوالم المهدي ومستدركاتها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة صفحة 515 وهو قد نقلها عن إلزام الناصب للمحدث اليزدي الحائري وهذا الكلام مذكور في كتبنا وهو جزء
من ثقافة العترة الطاهرة الأصيلة، لا شأن لي بما يقوله النواصب. النواصب يستهزئون بديننا، ولا شأن لي بما يقوله نواصب النجف. نواصب السقيفة يستهزئون بديننا، ونواصب النجف يحرفون ديننا. هذا هو الواقع. الأمير هو الذي يقول: أنا الذي أقتل مرتين أحيا مرتين، ولي الكرة بعد الكرة والرجعة بعد الرجعة. هذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 222. إنه الحديث الذي يبدأ في صفحة 221، الحديث الثالث من الباب الذي عنوانه أن الأئمة هم أركان الأرض. الحديث عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه، يحدثنا عن جده أمير المؤمنين. فماذا يقول أمير المؤمنين في آخر الحديث؟ وإني لصاحب الكرات. أنا أقرأ عليكم من الكهف الشريف. وإني لصاحب الكرات ودولة الدول. الحديث عن دولة الدول، إنها الكرات والأوبات والرجعات. المراد من الدولة هنا حينما يدول الوقت، يدول الزمان، وليس الحديث عن مصطلح الدولة في زماننا. هذه الدول التي تسجل في هيئة الأمم المتحدة. المراد من الدولة هنا المقطع الزماني الذي يدول فيه الأمر إليه. ودولة الدول إنها دولته، لا بمعنى الدولة في زماننا. الدولة العلوية تستمر 44,000 سنة، مرت الإشارة إلى ذلك في الحلقة الماضية، وسيأتي الحديث عنها. الأمير هو الذي يقول: وإني لصاحب الكرات ودولة الدول. هو دولة الدول. وإني لصاحب العصا والميسم والدابة التي تكلم الناس. هذه موضوعات بحاجة إلى تفصيل في القول، والمقام ليس منعقدا لها، إنما أوردت النص من الكافي الشريف كي تعرفوا من أن الثقافة التي أحدثكم عنها موجودة في كل كتبنا القديمة. مشكلتكم أنكم لستم على اطلاع على ثقافة علي وآل علي، لأنكم لستم من شيعتهم، أنتم شيعة المراجع ومراجع النجف وكربلاء، أجهل الناس بثقافة العترة الطاهرة. لذا تستغربون هذه الحقائق. المطالب واضحة وصريحة جدا في أن أمير المؤمنين سيقتل في عصر الرجعة العظيمة،
سيضرب على قرنه، سيضرب على رأسه. البرنامج ليس معدا للحديث عن كل تفاصيل ووقائع عصر الرجعة العظيمة. الحديث عن الحسين، إنما جئتكم بهذه المعلومة المهمة كي تعرفوا أن الحديث عن قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه ما هو بمستغرب في ثقافة العترة الطاهرة، مثلما هذا الحديث عن قتل أمير المؤمنين حديث منتشر في كتب ثقافتهم، ليس منتشرا في عقولكم أنتم الذين تقولون نحن شيعة لعلي وآل علي. صدقوني، مراجع النجف وكربلاء لا يعرفون هذه المعلومات، أو إذا كان لهم من اطلاع عليها فهو اطلاع بائس إلى أبعد الحدود، وهم ينكرونه ويشككون فيه. وهكذا واقع أصحاب العمائم، سلوهم، اختبروهم. فأصحاب العمائم في العراق وفي غير العراق أكثر من الزبل في المدن الشيعية العراقية، لأن المدن الكردية العراقية ما فيها من الزبالة كما هو حال المدن الشيعة العراقية، وكذلك المدن السنية العراقية ما فيها من الزبالة بقدر ما في المدن الشيعية العراقية. لا أدري لماذا هذا واقع الشيعة، ما هي السمكة خايسة من الرأس، الزبالة جاية من الرأس، الرؤوس زبالة، هذا هو واقع شيعة العراق. على أي حال، فأصحاب العمائم عندكم في العراق وحتى في غير العراق أكثر من الزبالة في المدن الشيعية العراقية. سلوهم عن هذه الحقائق، وسلوهم عن هذه الوقائع. نذهب إلى فاصل. الكتاب الذي بين يدي هو الاختصاص للشيخ المفيد
المتوفى سنة 413 للهجرة. من كتبنا القديمة المعروفة هذه الطبعة، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 257، عن جابر إنه جابر الجعفي عالم الرجعة والمطلع على أسرارها، عن جابر قال: سمعت أبا جعفر، إنه إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، سأذهب إلى موطن الحاجة لأنني إذا ما قرأت الرواية بكاملها سأكون مضطرا أن أشرحها لأنها بحاجة إلى توضيح، وهناك قضية لا بد أن أشير إليها بالإجمال وسيأتي ذكرها في طوايا الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. هناك تحريف وتصحيف في روايات الرجعة، ولا بد حينما نقرأ رواية، نقرأ حديثا حدث فيه تصحيف واختلفت فيه النسخ، لابد أن أقف عند هذه النقطة وأن أتحدث وأن أقارن فيما بين هذا النص وبين النصوص الأخرى كي نصل إلى الصورة الواضحة البينة. لكن ما يرتبط بموضوعنا فهو واضح وصريح ولا يحتاج إلى شرح كثير. الرواية مثلما قلت لكم في كتاب الاختصاص للشيخ المفيد عن جابر الجعفي عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه، الحديث عن المنتصر وعن السفاح، والمنتصر هو عنوان للحسين في أحاديث الرجعة، والسفاح عنوان لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث الرجعة. أقرأ ما له علقة بحديثي في هذه الحلقة، ثم يخرج المنتصر إلى الدنيا. المنتصر هو الحسين، وستبين الرواية ذلك. ثم يخرج المنتصر إلى الدنيا فيطلب بدمه ودماء أصحابه، هذه مرحلة من مراحل الثأر الحسيني، ومر الحديث عن مراحل الثأر الحسيني وسيعود الكلام إلى هذه العناوين حينما أتم حديثي في هذه الحلقة وفي حلقة يوم غد. ثم يخرج المنتصر إلى الدنيا فيطلب بدمه ودماء أصحابه، فيقتل ويسبي حتى يقال: لو كان هذا من ذرية الأنبياء ما قتل الناس كل هذا القتل. فيجتمع عليه الناس أبيضهم وأسودهم، الجميع، فيكثرون عليه أو فيكثرون عليه، إما فيكثرون عليه أو فيكثرون،
فيكثرون عليه يكثرون عددا، فيكثرون عليه يكثرون عليه بما يرتكبونه من القبائح والجرائم والظلم معه، فيجتمع عليه الناس على المنتصر على الحسين أبيضهم وأسودهم، فيكثرون عليه أو فيكثرون عليه حتى يلجئوه إلى حرم الله، وحرم الله كربلاء. إنني أتحدث عن ثقافة العترة الطاهرة. حتى يلجئوه إلى حرم الله. أقرأ عليكم من كامل الزيارات، وهو من كتبنا القديمة أيضا لابن قولوي رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 368 للهجرة. إنها أوائل عصر الغيبة الثانية، عصر الغيبة الكبرى. هذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق، طهران إيران. الباب 88 من أبواب كامل الزيارات. أقرأ عليكم ما جاء في الحديث الرابع، في الحديث الرابع عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. اتخذ الله أرض كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يخلق الله أرض الكعبة ويتخذها حرما ب24,000 عام. فحرم الله الأصل هو كربلاء، هذا كلام إمامنا السجاد. لا شأن لي بنواصب السقيفة ولا شأن لي بنواصب النجف. اتخذ الله أرض كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يخلق الله أرض الكعبة ويتخذها حرما ب24,000 عام. وأنه إذا زلزل الله تبارك وتعالى الأرض وسيرها عند إرهاصات القيامة الكبرى وما يحدث من تغييرات كونية هائلة، وأنه يمكن أن تقرأ وأنه ويمكن أن تقرأ وإنه بحسب ما نقدر من معنى سابق لهذه الجملة. وأنه إذا زلزل الله تبارك وتعالى الأرض وسيرها رفعت كما هي كربلاء، رفعت كما هي بتربتها نورانية صافية، فجعلت في أفضل روضة من رياض الجنة وأفضل مسكن في الجنة. لا يسكنها، لا يسكن كربلاء في الجنة إلا النبيون والمرسلون، وإنها لتزهر بين رياض الجنة
كما يزهر الكوكب الدري بين الكواكب لأهل الأرض، يغشي نورها أبصار أهل الجنة جميعا وهي تنادي: أنا أرض الله المقدسة الطيبة المباركة التي تضمنت سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة. حديث آخر وهو الحديث الخامس، صفحة 281، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، الحديث المتقدم عن إمامنا السجاد، وهذا الحديث عن الباقر: الغاضرية من أسماء كربلاء، الغاضرية هي البقعة التي كلم الله فيها موسى بن عمران وناجى نوحا فيها، وهي أكرم أرض الله عليه، هي أكرم أرض الله عليه، ولولا ذلك ما استودع الله فيها أولياءه وأنبياءه، فزوروا قبورنا بالغاضرية. الروايات في هذا المضمون كثيرة وفيرة عميقة في مضمونها. فالمراد من حرم الله في ثقافة العترة الطاهرة كربلاء، حتى يلجئوه إلى حرم الله، فإذا اشتد البلاء عليه، اشتد البلاء على المنتصر، فإذا اشتد البلاء عليه وقتل المنتصر خرج السفاح بعد أن يقتل المنتصر، خرج السفاح إلى الدنيا غضبا أو غضبا. غضبا السفاح هو الغضب، وغضبا سبب خروجه، والمعنى واحد: خرج السفاح إلى الدنيا غضبا أو غضبا. غضبا للمنتصر فيقتل كل عدو لنا، وهذه مرحلة أخرى من الثأر الحسيني. وهل تدري؟ الإمام الباقر يقول لجابر: وهل تدري من المنتصر ومن السفاح يا جابر؟ ثم يجيب إمامنا الباقر: المنتصر الحسين بن علي، والسفاح علي بن أبي طالب. أعيد قراءة الحديث عليكم: حتى يلجئوه حينما يتكاثر عليه الناس أسودهم وأبيضهم، أين؟ في كربلاء في العراق، فيجتمع عليه الناس أبيضهم وأسودهم فيكثرون عليه أو فيكثرون عليه حتى يلجئوه إلى حرم الله، فإذا اشتد البلاء عليه على المنتصر وقتل المنتصر خرج السفاح إلى الدنيا غضبا للمنتصر أو غضبا للمنتصر فيقتل كل عدو لنا. وهل تدري من المنتصر ومن السفاح يا جابر؟ المنتصر الحسين بن علي، والسفاح علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما. أعتقد أن الرواية واضحة وواضحة جداً.
وجاءت مذكورة في كتبنا الحديثية المعروفة. هذا هو بحار الأنوار، وهذا الجزء 53 من طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 100 في الصفحة 100، الحديث 22 بعد 100، صفحة 100 رقم الحديث 122، نقله عن اختصاص المفيد عن نفس المصدر الذي قرأت عليكم منه. والكلام هو هو، جاء في عوالم العلوم ومستدركاتها، وهذا هو الجزء الرابع من عوالم العلوم ومستدركاتها من عوالم المهدي. جاء الحديث منقولا، صفحة 503 رقم الحديث 2889. هذا المضمون وهذه الرواية جاءت في كتبنا الحديثية التي نأخذ منها ثقافة العترة الطاهرة. تجهلون بهذه المطالب لأنكم لستم من شيعة علي وآل علي، لو كنتم كذلك لم تلأت رؤوسكم من ثقافة علي وآل علي. عودوا إلى رؤوسكم. بأي شيء قد امتلأت؟ بثقافة مراجع النجف وكربلاء، إنها ثقافة ناصبية وسخة قذرة، جاءونا بها من العيون الكدرة القذرة. هذا هو واقع حوزة الطوسي وواقع نواصب النجف. إنني أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، هذا هو واقعهم، وهذا هو الواقع الشيعي الذي عاش فيه أجدادنا وآباؤنا ولا زلنا نعيش فيه. نذهب إلى فاصل. الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة الأربعين أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كأني بالقصور
وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين، متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني إنه الكتاب المتوفر في بيوتكم العترة، لأنكم تفتقرون إلى ثقافة العترة، ثقافتكم ثقافة مراجع النجف وكربلاء، وهي ثقافة لا علاقة لها مطلقا بثقافة العترة الطاهرة، ثقافة الصوفية والقطبيين. هذا هو واقع مراجع النجف وواقع خطباء النجف وكربلاء أيضا. الواقع الشيعي هو هو، لكن العنوان الأول هو النجف، الحديث عن النجف. تعالوا معي، تعالوا معي إلى مفاتيح الجنان، إلى زيارات الحسين، إلى الزيارة المطلقة الأولى، وهي من أهم الزيارات التي وردت عنهم وقد رويت في أهم كتبنا. وهنا ينقلها عن الكافي الشريف، ووردت في المصادر المهمة الأخرى. على أي حال، ليس الحديث عن مصادر الزيارة الآن. ماذا نقرأ في الزيارة هذه، في الزيارة المطلقة الأولى المروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ هكذا نخاطب سيد الشهداء: السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض. لنأخذ مفاتيح الجنان، لأنه الكتاب المتوفر في بيوتكم، لنأخذ هذا الكتاب مثالا. تصفحوا الزيارات فإنكم لن تجدوا وصفا صريحا كهذا الوصف في الزيارات إلا لأمير المؤمنين وللحسين صلوات الله عليهما، مع أن الأئمة جميعا قتلوا. إمامنا الحسن قتل، وإذا أردنا أن نبدأ من رسول الله، رسول الله قتل، الزهراء قتلت، إمامنا المجتبى قتل، إمامنا السجاد، وهكذا. حتى
صاحب الأمر فإنه سيقتل. في العصر القائمي الأول سيقتل، ولذا ستكون له كرة، إنها الكرة الطويلة التي لن يقتل فيها، وإنما يقتل في العصر القائمي الأول. لماذا هذا التركيز على أمير المؤمنين وعلى سيد الشهداء؟ لأنهما يقتلان مرتين، هذا هو السر. السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. لكن هناك انفراد للحسين، السلام عليك يا وتر الله الموتور، لأن الحسين سيقتل قتلة في المرة الأولى، يقتل قتلة لم يقتل بها أحد، وفي المرة الثانية سيكون الأمر أشد وأقسى. من هنا ينفرد لوحده بهذا الوصف، السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، الثار الدم، السلام عليك يا دم الله وابن دمه، أثار الدم، السلام عليك يا دم الله وابن دمه، السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض. ثم تؤكد الزيارة نفسها هذا المضمون على لسان الزائر كما يعلمنا إمامنا الصادق، فالزيارة مروية عنه صلوات الله عليه. وأشهد أنك يا حسين، وأشهد أنك قتيل الله وابن قتيله، وأشهد أنك وتر الله الموتور في السماوات والأرض. تلاحظون بشكل واضح هناك خطاب مشترك نوجهه للأمير وللحسين، السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله، وأشهد أنك قتيل الله وابن قتيله، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، وأشهد أنك ثار الله وابن ثاره، لأنهما سيقتلان مرتين. مرت علينا الروايات والأحاديث، وينفرد الحسين بهذا الوصف، السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض، وأشهد أنك وتر الله الموتور في السماوات والأرض. ينفرد الحسين بهذا الوصف لما يجري عليه، وهذا الوصف يؤكد لنا القتلة الثانية. فالحسين وتر الله، الوتر يعني الدم، يعني الثأر، يعني الذحل، يعني القتيل،
الموتور القتيل المقتول. العبارة واضحة، واضحة جدا، القتيل المقتول، المظلوم، المظلوم مكررا. هذا هو معنى الوتر الموتور. هذه الزيارة المطلقة الأولى. إذا ذهبنا إلى الزيارات المخصوصة، إلى الزيارة المخصوصة الأولى، أيضا نخاطب الحسين فيها: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. ولكن الحسين سينفرد في هذا الخطاب والوتر الموتور، فالأمير ثار الله والحسين ثار الله، يكون المعنى متطابقا هنا لأنهما يقتلان مرتين. ولكن قتل الحسين فيه ما فيه من المأساة والألم، مثل ما جرى في عاشوراء في السنة 61 من الهجرة. والوتر الموتور، وأنك ثار الله في الأرض. هذه العبارة لها خصوصية، وأنك ثار الله في الأرض. الحسين هو ثار الله في الأرض، لذلك فإن ثأره سيكون على مراحل. ومن هنا نقرأ في زياراته، في كامل الزيارات على سبيل المثال، وهذا المعنى يتكرر في زياراته: ضمنت الأرض ومن عليها دمك وثأرك يا ابن رسول الله. هذا الخطاب خطاب خاص بالحسين. ضمنت الأرض ومن عليها دمك وثأرك يا ابن رسول الله. من هنا جاء الخطاب هنا: وأنك ثار الله في الأرض. ما قالت الزيارة وأنك ثار الله في الأرض وابن ثاره في الأرض، وإن كان هذا المعنى ينطبق على أمير المؤمنين، لكن الحسين له خصوصية ترتبط بملابسات شأنه وملابسات مقتله: وأنك ثار الله في الأرض. وإذا ما ذهبنا إلى الزيارة المخصوصة الثانية، فإننا نجد فيها: السلام عليك يا شهيد ابن الشهيد، السلام عليك يا قتيل ابن القتيل. هذه المضامين تتكرر في زيارات سيد الشهداء، والأوصاف هي هي له ولأمير المؤمنين. وإذا ما ذهبنا إلى زيارة سيد الشهداء في يوم عرفة، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، هكذا نسلم على الحسين: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره
والوتر الموتور. الوتر الموتور القتيل المقتول، وهذا يعبر عنه في نفس الزيارة، في زيارة يوم عرفة: السلام عليك، الخطاب للحسين، يا صريع العبرة الساكبة وقرين المصيبة الراتبة. وهذا يتكرر في زياراته: يا صريع العبرة الساكبة، يا صريع الدمعة الساكبة وقرين المصيبة الراتبة وصاحب المصيبة الراتبة. يتكرر في زياراته: السلام عليك يا صريع العبرة الساكبة وقرين المصيبة الراتبة. الراتبة المتكررة. ألا يقال للنوافل اليومية الرواتب؟ الرواتب اليومية. ألا يقال للدفع الشهري المتكرر الراتب الشهري؟ ألا يقال لأي شيء يتكرر يقال له مرتب هذا الأمر، رتبوا له العطاء الفلاني، أي جعلوا له عطاء متكررا، رتبوا له وظيفة من الواجبات، أي أنهم جعلوا له واجبات متكررة ثابتة. فالحسين ينفرد بهذا الوصف من أنه صاحب المصيبة الراتبة، جهة من معنى هذا الوصف إنها المصيبة التي ستتكرر في عصر الرجعة العظيمة. وإذا ما ذهبنا إلى زيارة عاشوراء: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، هناك مشاركة في الأوصاف بين الأمير والحسين، وهناك انفراد للحسين: إنه الوتر الموتور، إنه القتيل المقتول. هذا في زيارة عاشوراء المعروفة التي نعرفها والتي تسمى بالمشهورة. وهناك زيارة أخرى أيضا تعرف في كتب المزارات بزيارة عاشوراء غير المشهورة: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، السلام عليك أيها الوتر الموتور. تلاحظون أن القضية واضحة، وأن ثقافة العترة في بيوتكم، لكن مراجعكم هم الذين أعموا بصائركم، فعندكم عقول لا تفقهون بها، وعندكم آذان لا تسمعون بها، وعندكم عيون لا تبصرون بها. من الذي فعل بكم ذلك؟ مراجع النجف وكربلاء، لأنهم هم كذلك. أتحفوهم 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 بالوثيقة الديخية المباركة. ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابك ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش أشيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل خمس سنوات.
قال لي لا استعجل، مش ده أقول لك تركب يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشيني جيمي قلت بقول لك بكيه حركة صدوني فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على تفوق كلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضة قال تركب مثل ما ركبت نعم وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة مثال سريع ضربته لكم من مفاتيح الجنان، جولة خاطفة في زيارات الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فإننا لاحظنا أن نصوص الزيارات الشريفة ما كان منها مطلقا وما كان منها مخصوصا يخاطب الأمير والحسين بخطاب مشترك يا قتيل الله وابن قتيله يا ثار الله وابن ثاره وينفرد الحسين بالوتر الموتور وينفرد الحسين بصاحب المصيبة الراتبة بقرين المصيبة الراتبة لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الدعاء الذي يستحب أن يقرأ في اليوم الثالث من شهر شعبان في مولد سيد الشهداء هو مروي عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه الذي أوله اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم إلى أن يقول الدعاء واصفا الحسين قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة إنها رجعته الأولى كرته الأولى حيث يتحقق فيها الثأر الحسيني في مرحلته الثانية المرحلة الأولى للثأر الحسيني تتحقق في العصر القائمي الأول على يد الحجة بن الحسن المرحلة الثانية تتحقق على يد الحسين في رجعته الأولى في كرته الأولى التي يتحدث الدعاء عنها هنا قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة متى يوم الكرة المعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته هذه الأوبة التي تكون في زمان الدولة العلوية الكبرى وتستمر إلى آخر وقتها وتتصل بزمان الدولة المحمدية العظمى مر علينا في حلقة يوم أمس من أن للحسين أوبتين الأوبة الأولى هي هذه والأوبة الثانية بعد انتهاء عصر الرجعة العظيمة إنها القيامة
الحسينية. الأوبة هذه هي الأولى، والكرة هذه هي الأولى، فللحسين أكثر من كرة وللحسين أكثر من أوبة. الدعاء يتحدث عن الكرة الأولى وعن الأوبة الأولى. قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة، المعوض من قتله أن الأئمة من نسله، والشفاء في تربته، والفوز معه في أوبته، والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته، حتى يدرك الأوتار كل الأوصياء. متى سيكون هذا؟ في زمان الدولة العلوية أولا، وفي زمان الدولة المحمدية ثانيا، فإنهم سيكونون الوزراء. ليس هناك من حرب في زمان الدولة المحمدية العظمى، ولكن في زمان الدولة العلوية الكبرى هناك حرب، والذين يديرون هذه الحرب هم يقودون هذه الحرب. والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته حتى يدركوا الأوتار، إنها إشارة إلى الوتر الموتور، حتى يدركوا الأوتار ويثأر الثار ويرضوا الجبار. من هو الجبار هنا؟ الجبار هنا محمد صلى الله عليه وآله. الجبار هنا محمد، مثلما المنتصر في الرجعة الحسين، والسفاح أمير المؤمنين، الجبار محمد. هذا ما هو باختراع من عندي، الروايات هكذا تقول. فإن الجبار هو الذي سيقتل إبليس في الوقت المعلوم في أواخر عصر الدولة العلوية الكبرى، والجبار الذي يقتل إبليس ويطعنه بحربته، يقتل إبليس بحربة الجبار. الجبار في أحاديث الرجعة محمد، مثلما أخبرونا أن المنتصر هو الحسين وأن السفاح هو علي، أخبرونا أن الجبار هو محمد صلى الله عليه وآله. حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار ويرضي الجبار ويكون خير أنصار صلى الله عليهم، مع اختلاف الليل والنهار يكونون خير أنصار. لمن؟ لعلي في زمان الدولة العلوية، ولمحمد في زمان الدولة المحمدية. ماذا يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف في الخطبة 54 بعد 100؟ أمير المؤمنين يتحدث عن آل محمد، فماذا يقول؟ يقول: نحن الشعار والأصحاب
أصحاب من؟ أصحاب محمد. والخزنة والأبواب، ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها، فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقا. فيهم، في آل محمد، كرائم القرآن، وهم كنوز الرحمن. هو الذي يقول: نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب. الشعار الملابس الداخلية الملتصقة بالجسد، والإمام هنا يشير إلى التصاقهم بمحمد صلى الله عليه وآله، فهم الشعار وهم الأصحاب، وهم الخزنة وهم الأبواب. المضامين هي هي، منطقهم واحد، كلامهم واحد. ألا لعنة، لعنة، لعنة على منهج حوزة النجف. هذه الأحاديث كلها ضعيفة بحسب قذارات أولئك السباريت. سباريت يعني سرابيت، صاحب الأمر وصفهم بالسباريت. إنهم السباريت من الإيمان، هكذا وصفهم صاحب الأمر في رسالته الثانية إلى الشيخ المفيد. أعود إلى دعاء اليوم الثالث من شهر شعبان. دققوا النظر فيه، فإن الدعاء يشير إلى قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. دققوا معي: قتيل العبرة، هذا القتل الأول، وسيد الأسرة، الممدود بالنصرة يوم الكرة، كرته الأولى التي تبدأ بداياتها في نهايات العصر القائمي الأول. المعوض من قتله أن الأئمة من نسله، والشفاء في تربته، والفوز معه في أوبته. هذه الأوبة بعد القتل الثاني، وبعد مرحلة الثأر الحسيني في زمان الدولة العلوية، والفوز معه في أوبته، والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته، بعد قائمهم وغيبته، حتى يدرك الأوتار. من هم؟ الأئمة. الأئمة بحسب الروايات فإنهم يثأرون للقتل الثاني بحسب الرواية، لأن المرحلة الأولى للثأر الحسيني تتحقق على يد الحجة بن الحسن في العصر القائمي الأول، والمرحلة الثانية من الثأر الحسيني تتحقق على يد الحسين في كرته الأولى بعد العصر القائمي الأول مباشرة، والمرحلة الثالثة للثأر الحسيني تتحقق على يد السفاح بعد قتل المنتصر. قبل الشروع في الدولة العلوية الكبرى،
في الدولة العلوية الكبرى، وحيث تبدأ أوبة الحسين الأولى وتبدأ أوبة الأئمة، يتحقق الثأر الحسيني في المرحلة الرابعة بعد القتل الثاني بيد الأئمة في أوبتهم. هكذا هي الروايات التي بين أيدينا، إذا أردنا أن نجمعها وأن نرتبها وأن نقارن فيما بينها. وهذا الذي ينسجم مع مضمون هذا الدعاء بشكل واضح. فهناك حديث عن كرة تتحقق فيها نصرة للحسين، قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة. هذه الكرة الأولى، إلى أن يقول الدعاء: والفوز معه في أوبته. أوبته تكون بعد القتل الثاني في الدولة العلوية التي تبدأ بعد المرحلة الثالثة من الثأر الحسيني بيد السفاح. والفوز معه في أوبته، والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته حتى يدركوا الأوتار. هذه أوتار الوتر الموتور، هذه أوتار الموتور بعد القتل الثاني، حتى يدركوا الأوتار ويثأر الثار ويرضوا الجبار، يرضوا رسول الله. الجبار هنا محمد صلى الله عليه وآله. سأقرأ عليكم الأحاديث والروايات حينما نصل إلى هذه النقطة، ويكون خير أنصار لمن؟ لعلي في دولته ولمحمد في دولته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. وقت الحلقة قارب على الانتهاء،
كان في نيتي أن أأخذكم في جولة بين آيات القرآن في نفس الموضوع، مثلما وعدتكم لن أخرجكم من سياج ثقافة الكتاب والعترة. ثقافتنا هذه هي مصادرها، قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. سأترك جولتي في آيات الكتاب الكريم إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. لاحظتم بشكل واضح كيف تتعانق الحقائق بين رواياتهم وكلماتهم ومعطيات ثقافتهم وما جاء في زياراتهم وفي أدعيتهم، وبقي عندنا قرآنهم المفسر بتفسيرهم. ستجدون أن الحقائق هي هي، الحقائق التي ذكرت في رواياتهم وفي زياراتهم وفي أدعيتهم هي هي، ذكرت في قرآنهم تارة تصريحا وأخرى تلميحا. أتمنى أن تكون الصورة بدأت تتضح بين أيديكم. زهرائيون نحن، والهوى زهرائي. زهرائيون نحن والعشق كربلائي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أعتذر عن التقصير. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.